وهنبدأ بجريدة الشروق وتصريح مهم للفنان اللبناني وائل كفوري بيقول فيه: أقدم 6 حفلات في أمريكا لتشجيع السياحة في مصر. أكد وائل كفوري أنه هيبذل كل جهده لدعم السياحة المصرية، وقال أنه اشتاق للغناء في بلد النيل والأهرام، وأن مصر هي منبر العروبة الحقيقي وإنها كمان أرض الفنون. قال كمان الفنان وائل كفوري أنه متابع الشأن المصري وعارف أن انتخابات الرئاسية القادمة هتكون في آخر شهر مايو، علشان كده طلب من كل المصريين اختيار الرئيس اللي يقدر يشيل همومها ويقدر يعبر بيها لبر الأمان. من ناحية تانية أكد وائل أنه مشغول بالتحضير للألبوم الجديد، واختار حوالي 9 أغاني لحد دلوقتي، واتكلم عن مشاركته في برامج المسابقات وقال إنها فرصة ممتازة لظهور مواهب غنائية جديدة.